ايوه كده، احب انا اليوم اللي يبدا بقدره كده. ايه ده، هي القدره عملت بلوك؟ هو انا لحقت؟ ماما ماما، هي ايه القدره اللي جات لي دي؟ ما جات لكيش لوحدك يا اختي، كل الناس بقوا يقعدوا يعملوا بلوك لبعض. الله، زي على السوشيال ميديا. ايوه زي السوشيال ميديا بتاعتك دي، وفودي وشك يلا عشان اختك وعيالها جايين. يوه، هي ما ينفعش تيجي من غير عيالها دول. خالته شهدي، ينفع احط صباعي في عينك؟ لا يا حبيبتي ما ينفعش. طب ينفع ادشدش موبايلك في الاول؟ ما ينفعش قلتلك. دي احلى قدره جاتلي في حياتي. شهد محمد، وحشتني. انا عايز اقولك حاجه. انت تستاهلي حد احسن مني. ليه يا محمد؟ هو انت طلعت منهم؟ اصل انت مش فاهمه. لا وعلى ايه، مش مستاهله. زي ما قالي دادو والشربيني، بلوك 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 كده. انا عملت بلوك للدكاتره ولصحابي ولمحمد. بنتي يا شهد، انا كلموني وقالوا لي انك عملت بلوك للدكاتره. يا هم اللي يستاهلوا، كل يوم امتحان امتحان امتحان، ازاي انتوا هتعملوا بلوك؟ عقابا ليكي مفيش استخدام للبلوك لمدة يومين. يو يا ماما، انت كده بتخليني اعمل حاجات انا مش عاوزة اعملها. شهد لا، بقول ايه ده، انا نسيت اخد منها مصروف كده. انا اشيلها بلوك. شيلي بلوك، شيلي بلوك. ايه ده، هو مش راضي يتشال ليه؟ يا لهوي، انا عملت لماما بلوك قبل ما اخد منها مصروف كده. انا اشيلها بلوك. شيلي بلوك، شيلي بلوك. ايه ده، هو بلوك مش راضي يتشال ليه؟ بابا الحقني، انا عملت لماما بلوك ومش عارفه اشيله. شهد البلوك بيبقى نهائي وما ينفعش يتشال. يا لهوي، انا ما كنتش اعرف. استني اهدي، السيستم مانع ان اي حد يشيل البلوك، بس في حد اعرفه ممكن يعمل كده. المشكله ان احنا هنضطر ندفع له كتير قوي. انا اسفه قوي يا بابا. خلاص كده يا انسة، هتقدري تشيلي بلوك عن مامتك. شكرا. استني، رايحه فين الفلوس الاول؟ طبعا اتفضل. ماما وحشتيني قوي. بتعملي لي بلوك يا شهد؟ ده انا هلخبطك. مش قوي هنا. يا ماما انا اسفه، صدقيني مش هعمل كده تاني. يا ماما. شهد محمد هنا؟ ايوه. السيستم عارف انك خالفت القواعد وشلت البلوك عن مامتك، لازم تيجي معانا. ايه ده؟ شهد، انت عملتي للسيستم نفسه بلوك؟ انا اصلا مش مصدقه ان انا ممكن اعمل حاجه زي كده. بس ثانيه واحده، لو انا عملت كده يبقى انا اقدر اعمل اي حاجه ومحدش يمنعني. الله، الفوشه بتاعتك حلوه قوي يا شهد. شكرا قوي. انا عملت بلوك لصاحب المحل وخدت من غير ما ادفع فلوس. انت بتتكلمي بجد؟ على فكره اللي انت عملتيه ده غلط. يو بقى، هو كل ما اقول لحد حاجه يقول لي غلط اللي انت بتعمليه؟ خدي بلوك. خطير خطير خطير، بلوك خطير. شهد، انا كريم من السيستم ولازم تيجي معايا حالا. لا مش هاجي. بلوك. مش هتعرفي تعملي لي بلوك يا شهد. ايه ده،